الأطباء أن جسم الإنسان يطهر نفسه من السموم من خلال العرق والتبول، ومع ذلك فهناك علامات تشير إلى وجود سموم كثيرة داخل الجسم ويجب التخلص منها. كيف تعرف بأن جسمك يعاني من تجمع السموم؟ هناك 6 علامات تدل على أن جسمك مليء بالسموم، ويجب عليك أن تعرفها حتى تتجنب الأمراض الخطرة. أولاً، تغير لون اللسان. إذا تغير لون اللسان إلى الأبيض أو الأصفر، فهذا يشير إلى وجود الكثير من السموم في الدم ويجب التخلص منها. 2. ضعف نوعية البشرة. إذا التهبت البشرة أو أصيبت بحكة، رغم الاهتمام الصحي بها، فيجب التفكير في إزالة السموم من الجسم. 3. الصداع المتكرر. الصداع يشير إلى أن بعض أجزاء الجسم لا تؤدي وظيفتها بالشكل الصحيح، ويعتبر تراكم السموم هو أحد الأسباب. 4. نقص الطاقة. الشعور بالتعب المتكرر بغض النظر عن النوم الذي يحصل عليه الشخص، يحتاج منه بالتأكيد أن يجرب إزالة السموم من الجسم. 5. الأرق. إذا كان من الصعب الاستغراق في النوم وقلة النوم الجيد، فهذا يشير إلى ارتفاع مستويات السموم في الجسم. 6. التهاب في اللثة وتشقق الشفاء. إذا تعاني من التهابات في اللثة أو تغيير لونها أو تشقق في الشفاء، فهذا يعني وجود سموم في الجسم ويجب التخلص منها. كيف تتخلص من السموم وتحمي جسمك من الأمراض الخطرة بطرق بسيطة وغير مكلفة؟ هناك العديد من الطرق لمساعدة جسمك على التخلص من السموم الزائدة، مثل غرف الساونا، تناول العصائر الطبيعية. وللتخلص من السموم بشكل سريع، سنقدم لك مشروع بسيط التحضير ولذيذ وقادر على إزالة سموم الجسم في يوم واحد فقط. المكونات المطلوبة لإعداد المشروب: 3 ملاعق كبيرة من جذر الزنجبيل الطازج المبشور، وحبة واحدة من الليمون المقشر، و4 حبات من التفاح، وكوب واحد من الماء. طريقة التحضير بسيطة للغاية، حيث تحتاجون فقط إلى مزج جميع المكونات في خلاط كهربائي. والوقت الأفضل لتناول هذا المشروب هو صباحا على معدة فارغة. هذا المشروب مفيد للغاية، حيث أنه يدمر السموم في الجسم خلال يوم واحد ويعزز المناعة. فقوموا بتناوله بانتظام لتشعروا بفوائده الصحية. قناة تمنحك رحلة مسلية في عالم المعرفة والترفيه، وتسعى دائما لنشر المعلومات.